حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أعلنت السلطات في كردستان العراق عن التوصل لاتفاق مبدئي مع حكومة بغداد بشأن الحصة من الموازنة المالية لعام 2023، وأشارت كردستان العراق إلى وجود تفاهم على المبادئ العامة، لكن هناك حاجة لمزيد من المناقشات والاجتماعات. وستبدأ اللجنة المشتركة العمل خلال الأيام القليلة القادمة لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجانبين. قالت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية إن مشاكل الاستثمار في العراق عديدة ومتشعبة. وأضافت اللجنة أن المشكلة في العراق أن المستثمر يبحث عن الضمان بالنسبة لرأس ماله، فمن المفترض توفر ضمانات أمنية ومادية له سواء في داخل أو خارج العراق. وأكدت اللجنة أن قانون الاستثمار يحتاج إلى الكثير من التعديلات، وهناك اتفاق نيابي على هذا الأمر، خاصة فيما يتعلق بالنافذة الواحدة، حيث يجب أن تكون لديهم صلاحيات أكثر لتسهيل أمور المستثمر. أكدت وزارة الزراعة في العراق أنها منعت استيراد الدواجن من 4 دول سجلت إصابات بإنفلونزا الطيور. وقالت الوزارة إن القرار شمل كل من رومانيا والنمسا وبوليفيا، لأن تلك الدول سجلت إصابات مثبتة بمرض إنفلونزا الطيور. تجاوز سعر الدولار حاجز 60,000 تومان في استمرار للهبوط غير المسبوق في سعر العملة الإيرانية أمام العملات الأجنبية. وبحسب تقرير لموقع إيران انترناشونال، فقد قفز سعر الدولار بنسبة 118% في مقارنة بالتومان الإيراني منذ بداية هذا العام، ما يعني انخفاض قيمة التومان مقارنة بالعملات الأجنبية بنحو النصف. حذر تقرير للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من أن الاقتصاد الأمريكي قد يجد صعوبة في تفادي الانزلاق إلى الركود الاقتصادي. وقال التقرير إن المصارف المركزية ستجد صعوبة على الأرجح في تحقيق أهدافها على صعيد خفض التضخم بدون التضحية بصورة جوهرية بالنشاط الاقتصادي. ورأى التقرير أن الاحتياطي الفيدرالي سيجبره على تشديد سياسته إلى حد كبير لتحقيق هدفه بخفض التضخم لحلول نهاية عام 2025. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي، في أمان الله.